السلام عليكم. من الخطأ أن يسأل الإنسان المعبر عن رؤيا غيره. صاحب الرؤيا أولى وأحرى وأدرى بمعنى رؤياه. فعندما تأتي أنت تنقل رؤيا غيرك، ربما تكون قد نسيت جملة، عبارة، رمز مهم في الرؤيا الذي يحتاج المعبر لتعبير الرؤيا. فصاحب الرؤيا هو دقيق، وهو يفهم حقيقة هذه الرؤيا. الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأيام بعد صلاة الفجر يلتفت إلى أصحابه فيسألهم: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فإذا كان هناك ناس رأوا رؤيا يذكرون. فما ورد في السنة أن شخصا قال فلانا من الناس رأى رؤيا. هذه نقطة مهمة جدا يجب أن تنتبه إليها، بارك الله فيك.